رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في حلقتنا وأمسيتنا الكروية في جمهور الثالثة، فقرة ملوك التحليل مع تامر بدوي وعمر عبد الله. تامر، احنا خلاص في الثواني الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة من البرنامج، حرك بقى حكاتك. طيب زي قول حالاتك بسرعة، انت اللي بتوزع. اكل عيشي برضو، كل واحد له ذوق. انت بتحرك، احنا بنرص. عمر، ممكن تعمل 4 مدافعين اصفر؟ لا انت هتشغلنا معاك بقى كلنا بقى ولا ايه؟ طيب السنتر باكين حجازي وتفعلي كمان اهو. ماشي. واحد بس اهو، بس كده ماشي. بس ده ماتش السودان. لا ده كان غينيا بيساو. ماشي. كان ايه اللي بيحصل يا هيما لما جبناها؟ الثلاثه كانوا بينزلوا يستلموا من احمد حجازي ومن عبد المنعم. ماشي. خلاص الثلاثه، النني وعمرو السوليه وعبد الله السعيد. أيوة صح. وبالتالي لما جبنا الصوره كانوا الثلاثه في عزله مع على اربع مدافعين من غينيا بيساو، حتى لو كنت عملت لهم الطويل الكثافه العدديه كانت هتنزل الكوره لاي واحد منهم حتى لو اتعملت طويله. اللي فرق بقى الماتش ده ان الاثنين زي ما عمر قال، الاثنين بداوا يكملوا، واحد بس اللي بدا يبني الهجمه، وبالتالي ادى افضليه لعمر محمد عبد المنعم حجازي يبداوا يفردوا الملعب. لو انت بتسلم هنا، النني بينزل يستلم هنا، وعبد الله السعيد بيبدا يروح يامن ظهر ايمن اشرف، ومرموش اللي بيبدا يدخل في العمق، وايمن اشرف يبدا يعمل مشوار. مكسب كبير ما شاء الله محمد عبد المنعم. شخصيه، والجول ده كمان هيديله ثقه كبيره جدا في نفسه، ان هو خلاص بقى لعيب دولي، ولو احتاجته باك رايت هيلعب، لو احتاجته سنتر باك هيلعب. لا ما شاء الله، وكل مباراه بيتقدم. بس هي دي، عارف، ممكن تبقى ظلم الكوره ان الونش لما هيرجع هيلعب هو وحجازي. لو راجل هيلعب باربعه، ودي طبعا هيلعب باربعه ثلاثه. صحيح صحيح. بس ده اللي انا كنت عاوز اتكلم عليه، ان دايما باستمرار حتى لو الكره عند محمد عبد المنعم وعبد الله اللي هينزل، ففرق ان احنا بنفرد الملعب واللعيب والاثنين لعيبه بيزيدوا لقدام. بالظبط. فبدانا تحس ان اللعيبه بدات تتنفس في نص ملعبنا، اللي بقى فيه مساحات، عكس الاول كانوا الثلاثه بينزلوا يستلموا من حجازي وعبد المنعم، وبالتالي كنا خانقين بعض. صحيح. ده التحسن اللي واضح ان الراجل حفظهم، السته الوحيده هو اللي يستلم والثمانيتين يزيدوا. صحيح. ونتمنى ان الموضوع ده بقى يستمر، وخلاص حفظنا على كده، نثبت على كده، وان شاء الله الاداء يبقى. هي تركيبه خط الوسط هي المفتاح لكل حاجه. برافو عليك. يعني انا نفسي ان هو يستقر عليها ويبدا يحفظ الواجبات. الموضوع كله هيختلف تماما. احنا هنشوف منتخب تاني، هنشوف حتى القصه القديمه بتاعت اصل الشريف هنا اصله بيلعب بمهاجم وينج وبتاع، كل الكلام ده مش عايز اقول فرعيات، بس ده شيء تالي للاصل. الاصل هو تركيبه خط الوسط، فان شاء الله باذن الله اتضاح المهام. بس بالظبط، تركيبه ودي كل هو ده اللي حصل في ماتش السودان بقى. صحيح. في واحد بينزل يستلم، عمرو السوليه بيزيد، عبد الله السعيد هو صانع الالعاب، خرج عبد الله، قام زيزو بنفس الدور رغم ان هو ناحيه شمال وبيقل ناحيه شمال، بس في دور واضح، عكس ما تحطه ناحيه اليمين بادوار غير واضحه. فان شاء الله باذن الله الامور تبقى واضحه في يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله باذن الله.